ماذا علينا نحن أن نفعل غير بقى البيانات اللي احنا بنطلعها؟ أكيد علينا دور نعمله، نشرح إيه، نروح فين، ماذا علينا أن نفعل؟ نحن مقصرين في الخطاب، توجيه خطاب إلى العالم. ما يحدث في هذا البلد لا يتم شرحه للعالم بشكل كافي وبشكل فعال، وعلينا نبذل جهد في هذا المجال. وعلينا أيضا أن احنا في أمور متعلقة بالحريات، ببعض القوانين، ببعض الممارسات تحتاج إلى معالجة، وعلينا ألا نتأخر في هذا الملف أيضا. وعلينا نقول للعالم نحن أولى بحرية أولادنا، نحن أولى بحقوق أبنائنا، ولدينا في هذا أشياء كثيرة يمكن إنجازها بحرص وبدقة ومن غير ما نعرض أمن البلد واستقرارها لخطر بالتأكيد، ومن غير ما نخلق ثغرات يعدي منها متطرفين وإرهابيين، لكن لدينا أشياء ممكن تتعمل. لو عملنا ده وحسننا جودنا طريقة خطابنا للعالم، الكلام اللي بيقوله إن نحكي قصة مصر، مصر ده قصة نجاح مهمة حتى الآن لم تحكيها لهذا العالم، أظن لو حكيناها العالم هيغير رأيه ونظرته في ما يحدث في هذا البلد.